عراقي يعني مو مسلم مو شيعة علي مو شيعة علي شو وين أبو عال وين أبو عال وين أبو عال. ليس بعيدا عن أنظار الجهات المعنية حيث يسكن هذا الرجل بين أكوام السكراب وسط سوق العشار في البصرة. ظروف عائلية قاهرة جعلته مشردا ويعيش بين الكلاب السائبة متسائلا لماذا الحكومة تغمض عينيها عن الفقراء. أخوي تزوج أجل ما يشوف يعني هناك يعني هو وعائلته وأنا ما عازل هنا وأهلي كلهم قلبوا بسيارة هاي ما كسي دبات ماي لا يسمع لا يسمع أذب على وحي باي هاي دبات شوفت الله يباوع الله بيباوع بس الحكومة ما تباوع يشوفون هذه الوضعية يجون بس هذا على الفقير ما يجون يقولوا هذا السعدة شوف شنو ضيبته ماكو لا اكو انصاف ولا اكو حرية. وعلى الرغم من الثروات النفطية الهائلة لكن أهالي البصرة لا يلمسون شيئا من الخيرات الكثيرة إلا الفقر والأمراض السرطانية. وعبد الحسين محمد انموذجا واضحا بأنه يعتاش من بصة بسيطة لا تكفي لسد احتياجاته اليومية. أنا على هذا الكلب هذا الكلب وفي هذا الكلب وفي يتسجالي شوف ربي يعطيني عباي جاني يحرسني أنا شنو أنا أنا عراقي شطار أنا نايم بالشارع يعني لاكو حكومة يشوفوني لأجي واحد كبير يقول هذا قطيل ليش نايم بالشارع الطين أساعده ما حد يساعدني لازم يطوني مطالبة الأكل يطوني أكل شوية ذول المحلات يساعدوني أي طلع لي 2000 تندية 2000 6000 4000 جيجايري هاي شو نسوي. لا تستغربوا كثيرا فهنا مدينة النفط والأموال الطائلة وهذه الحالة من آلاف الحالات المحزنة والمؤلمة. لقناة التغيير يونس الرباعي البصرة.